النهارده هو نهاية فصل الصيف رسمي، هل احنا هنودع الصيف بجد؟ هنودع الحر فعلا؟ شمس الصيف الساخنة جدا دي خلاص انتهت ونستعد علشان ندخل في أجواء الخريف وورق الشجر بقى اللي بيتساقط والجو المميز لفصل الخريف مع دخول المدارس، يعني بيبقى جو كده من السنة مميز بشكل. الولاد بيبقوا المفروض نازلين المدارس شوية متقلين، فصل الخريف كان ليه شكل معين. 3 شهور الجايين احنا داخلين على فصل الخريف، لكن هي الفكرة التغيرات المناخية اللي احنا عايشينها دي هل هتغير شكل فصل الخريف اللي احنا متعودين عليه ولا لا؟ هيكون في ملامح جديدة لهذا الفصل؟ هنعرف دلوقتي ونفهم من دكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات التغيرات المناخية. أهلا بيك يا دكتور، ويعني لو تحكي لنا كده ماذا ينتظرنا في فصل الخريف؟ اهلا وسهلا سيدة هدير، وكل عام وحضراتكم جميعا وكل شعب مصري بخير. طبعا بكره هو بدايه فصل الخريف فلكيا، خلينا نقول ان النهارده نهايه الصيف رسميا في مصر. زي حضرتك ما قلت بالظبط، بسبب تغير المناخ اصبح هناك تداخل ما بين الفصول، يعني هذا الفصل اللي هو الخريف مفترض ان يكون فصل انتقالي بينقل الاجواء من الحراره العاليه او السخونه سخونه الصيف تدريجيا الى برودة الشتاء، ودي طبيعي لان الكائنات الحية لازم تتعود، حتى على مستوى الانسان الجسم البني ادم لازم يتعود على هذا التدرج عشان ما ندخلش من سخن الساعة. صحيح. فصل الخريف هو فصل ليه مميزات مختلفة عن باقي فصول السنة المناخية نوعا ما، لانه الفصل اللي بيبتدي الشمس بتتحرك ظاهريا ناحية الجنوب وبتتعامد على، يعني دلوقتي من بكره هيبتدي الشمس تتعامد تماما على خط الاستواء على اطراف الكره الارضيه. وبالتالي هيكون هناك يعني تساوي تام ما بين الليل والنهار. رقم واحد، رقم اثنين هنبدا نحس بقى بانكسار الحراره ليلا، وفي الصباح الباكر هنبتدي نحس بان الحراره بدات تنكسر، مع ان يعني هذا الاسبوع متوقع ان يمتد الصيف فيه، ودي الحاجه الغريبه بسبب تغير المناخ ان احيانا الفصول زي ما قلت لحضرتك بتتداخل ويمتد الصيف نوعا ما، وفي سنين زي 2018 و2020 الصيف نفسه كان الخريف بالكامل، يعني الصيف امتد حتى بالقرب من فصل الشتاء، وده كله طبعا راجع لموضوع تغير المناخ. في النهايه انا هيقابلني حاجه مهمه جدا في النصف الثاني من فصل الخريف، مش دلوقتي يعني مش الشهر ده، بعد كده هنلاقي ان الجو بالنهار دافي والدفء بتاعه واضح كانه شبه صيفي، وبالليل يبتدي يحصل اللي زي ما قلت لحضرتك الانكسار الواضح في درجات الحراره، وبالتالي هنا بقى في المشكله ان الناس متعوده احيانا ان نفس اللبس بتاع النهار تسهر بالليل شويه او يمتد الوقت معاهم لوقت متاخر، فده مشكله، لازم يبقى في فصل تام ما بين لبس النهار ولبس الليل، انا بتكلم على بعد شهر من دلوقتي. يعني احنا طيب دكتور محمد خلينا في الشهر اللي يعني احنا فيه ده، شهر 9 وبدايه اكتوبر، ده خريف، الموضوع هيمشي ازاي؟ لبس صيفي وجاكيت خفيف بالليل؟ هو صيفي بالنهار وصيف واضح كمان خلال الاسبوع ده، درجه الحراره توصل تاني ل 37 و38 في القاهره. طب ده صيف تاني، احنا مكملين صيف كده، الخريف لسه ما جاش. ما هو ده المشكله، التغير المناخ زي ما قلت لحضرتك ان هذا التدخل الغريب في الفصول ده راجع لفصل الخريف. ده زراعيا بقى بيمثل ايه؟ دي نقطه مهمه. زراعيا انا فعليا في حاجه اسمها سره الموسم الزراعي، يعني معظم محاصيل النيلي والشتوي الجديده اتزرعت او هتتزرع، بتكلم على المحاصيل اللي مساحتها كبيره. بتكلم على طبعا على البنجر، بتكلم على الثوم، بتكلم على البصل في العروات الاولى لان العروه الاساسيه في شهر 12، بتكلم طبعا على بعد شويتين هنبتدي القمح والفول البلدي يخشوا والبرسيم يخشوا، دي كلها مساحات مليونيه، مساحات كبيره بالملايين الافدنه. وبالتالي مهم جدا ان لو انا هزرع العروه النيلي او الشتوي الاسبوع ده لا ابتدي اجلها لبدايه الاسبوع الجاي حتى انكسار الحراره مره اخرى بالنهار ترجع حوالين 35 تاني 34 في معظم الانحاء عدا جنوب الصعيد، وبالتالي بيبقى الامكانيه ان انا ازرع عشان ما يحصلش مشكله في الزراعه ويبدا يحصل يعني ان البادرات الصغيره يحصل لها حاجه. نفس الموضوع على عروات الخضر، الطماطم والفلفل والبتنجان والخيار والكلام ده كله برضو نأجلها لبداية الأسبوع القادم إن شاء الله. النقطة الأهم زي ما قلت حضرتك هو أن هذا الأسبوع ستستمر الحرارة أو تعاود الحرارة مرة أخرى ارتفاعها تاني بالنهار،
وده اللي هيبتدي يعمل ارباك للناس. صحيح. يعني لان انا فصل الخريف خلاص، انا الناس بيقول لك ما صدقنا الصيف عدى. لا دكتور محمد، هي بدايه الخريف دي والتواريخ دي مش هتتغير يعني مع التغيرات المناخيه اللي احنا بنعيشها؟ اعتقد انه بدايات الفصول ونهايتها هي كمان هتتغير. على فكره ده المظهر اللي له علاقه بتغير المناخ في مصر. يعني الحمد لله موقع مصر الجغرافي وهو في شرق المتوسط يعني لا يؤهلها الحمد لله لاي شكل عنيف من التغيرات المناخيه زي اللي بتحصل حوالينا، حتى زي ليبيا يعني اقرب ما يكون لينا. الحمد لله ان شاء الله ما فيش لا السيول ولا الفيضانات ولا هذا الشكل العنيف، ولكن هي بقى المشكله الكبيره في التذبذبات الحراريه وفي التداخل وارتباك بدايات ونهايات الفصول، وده طبعا بيبقى ليه كتير من التاثيرات الزراعيه. عشان كده عندنا في وزاره الزراعه تاثيراتها الاهم زراعيا يعني وحده للانذار المبكر لاهالينا ابدا الفلاحين. بيبقى في توصيات شبه يوميه للمزارعين عشان دي مهمه جدا، ان يربط زراعته والعمليات الزراعيه والري والتسميد وحتى مواعيد الزراعه بشكل الجو، ما يعتمدش على، ودي نقطه مهمه جدا، ما يعتمدش على الخبره وعلى السوابق. الخبره لا تفيد في مثل هذه الامور للاسف الشديد. المزارع المصري بيزرع زي حضرتك عارفه بالشهور القبطيه اللي هو بشمس، احنا في شهر توت دلوقتي تقريبا داخلين على نص توت اهو وهي بدايه السنه الزراعيه الجديده. يعني انا بنصح اهالينا المزارعين ما يربطوش نفسهم جامد بموضوع الشهور القبطيه او المصريه الزراعيه القديمه، لان تغير المناخ بيأثر عليها شويه نوعا ما يعني. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعه ورئيس مركز معلومات التغيرات المناخيه. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.